بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. سنتكلم اليوم في عجالة ريثما يأتي أذان صلاة الجمعة عن عشبة طبية، وهي من الأعشاب الحارة اليابسة في الأولى. عشبة يعني صالحة للكبد والطحال ومضرة للبول، إنها عشبة فوة الصباغين أو الفوة. عشبة لطالما تهاتف عليها القدماء وجعلها ضمن عقاراتهم الأساسية. إذن فوة الصباغين أو فوة العروق الحمر أو الفوة هي من الأعشاب الحارة اليابسة في الأولى. تكلم عنها عمالقة الطب الإغريق واليونان والعرب، فتوصلوا بأنها العشبة لها تأثير كبير في تفتح سدد الكبد والطحال ومضرة للبول شربا، وتنفع من أوجاع الخاصرة وتدير الطمث، حتى لدوالي الخاصية يواظب على شربها. ولكن دائما كما يقول أبقراط، الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. ولكن تمنع على الحوامل، لأن هناك طرق كانت تستعمل في إسقاط الأجنة من بعض الذين لا يخافون في الله لومة لائم، كانوا يخلطونها مع بعض الأعشاب وتقوم بالإجهاد فورا. قلنا وهي كذلك تساعد أصحاب أمراض النقرس أي داء الملوك أو لاغوت، وكذلك عرق النسا، وتصلح للأعصاب المسترخية شرابا بالعسل. ملاحظة، ينبغي للذي يتناول نقيعها أن يستحم كل يوم. هناك بعض عمالقة الطب قالوا أن الإكثار منها إن تجاوزت 40 يوما تضر المثانة البول، ربما تسبب لهم خروج بعد الدم. ولذلك يقول أبقراط، الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. بالنسبه اللي عندهم المشكل ديال الخصيره ولا شي حاجه ولقاو عليها الراحه باش يتفادوا هذا المشكل اللي كندير في المثانه، لا باس ان تمزج مع الكثيره. والكثيره حتى هي صمغ من اصماغ، والا فانها تسبب في بعض الدوخه في الراس. ولذلك اللي كدير لهم حتى المشكل ديال الدوخه وكدير لهم شويه ديال الشقيقه، لا بؤس ان يمزجوها مع احد الخيميات. فاش نقول الخيميات، يا اما الانيسيون حبه حلاوه، ولا الشبت، ولا السنوت اللي تكلمنا عليه البارح. اذا هذه هي عشبه فوه الصباغين، صالحه لاصحاب فقر الدم، صالحه لاصحاب النحافه،
صالحة كذلك لأصحاب المناعة المنخفضة. إذن أشبه هي طبية وعقار كان يعتمده القدماء ويصفونه ضمن من العقارات الأساسية في علاجاتهم وفي تطبيبهم. إذن هذه هي فوة الصباغين، عشبة أخرى من الأعشاب التي بدأت تتناسى، ويا للأسف، وهي عقار قوي 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 بامتياز. إذن هذه هي الخلاصة ديال فوة الصباغين لأننا تكلمنا عليها في مختصر، ولذلك كنطلبوا من الناس باش يوليو يبحثوا على الأعشاب ديالهم، الأعشاب الطبية المغربية، لأن الطب الأصيل طب يعرف بالتجربة قبل أن يعرف بأي أن يعرف بأي شيء. إذن لابد، تبارك الله، لعبوب أنس، تبارك الله على مولاي موسى، عفوا، الله ينفع بك القوم، حافظك الله ورعاك أخي الفاضل لعبوب أنس، وزادك الله سبحانه وتعالى قوة وبسطة في العلم، وحفظك الله سبحانه عز وجل من كل سوء. أعتذر، لي أوفق، باركك الله أخي الفاضل العبوب، ودائما نحن شعارنا نعم للتكامل لا للتآكل، والإنسان أو المؤمن أو المسلم ضعيف بنفسه قوي بأخيه. هذا هو اللي كنتمناه من الله سبحانه عز وجل، باش نكونوا يعني يعني في طريق صحيح. لا بد أن يكمل أحدنا الآخر. يعني الحمد لله على كل حال، واليوم هي ضمن الجمعة الثانية التي نفتقد فيها لأمنا الغالية ميلودة بنت بوعزة، التي توفت يوم الثلاثاء الماضي من شتى الآخر، وكنتمنى من الله سبحانه عز وجل أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا يجعل حفرا من حفر أهل النار. وكذلك جميع أمهاتنا المسلمين والمسلمات وأبائنا، الله يلطف عليهم والله يرحمهم والله يوسيهم، لأن هذه هي الدار الوحيدة التي نكون لوحدنا، لا يكون معنا لا جاهنا ولا أولادنا ولا أي شيء، ولكن نذهب إليها عريانا بتوب كما خرجنا أول مرة في الدنيا، وهي كتنا بضاع كفن. ولذلك الإنسان دائما 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 يدير ديك الدار قدام عينيه، لأن الدنيا دازا باش ما عطل الله. الدنيا سميت الدنيا بالدنيا لأنها دنيئة، لأنها دنيئة. عصام الشهاب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الفاضل، وباركك الله وزادك الله سبحانه وتعالى قوة وبسطة في العلم، ونور طريقك وطريق جميع المسلمين والمسلمات، وحفظكم من كل سوء ومن كل شر. هذا هو المثمور في إخواننا، وهذا هو المثمور في أمتنا الإسلامية. إذن نحن دائما ضعفاء بأنفسنا، أقوياء بإخواننا، أي بدعائهم بتواسيهم. إذن لا بد لأي إنسان عرف أي شيء أن لا يبخل عليه. جزاكم الله الله مع الطاعة، ولله ما أخذ. نعم أخي الفاضل، نعم أخي الفاضل، الله يجزيك بخير. وهذا أمر الله سبحانه عز وجل، لأنه هو الذي خلقنا وهو الذي يتوفانا، ولا يعرف أي أحد منا متى ستكون نهايته، وإنما هي ليست بنهاية، وإنما هي بداية، هي بداية إما للسعادة أم للشقاء. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نمر من هذه الدنيا ونحن على الأقل يعني بنسبة قليلة من الخطايا، لأن كل الإنسان خطأ وخير خطائنا التوابون. لأن الإنسان اللي خصو يعرف بأن أول ما كيتحط الإنسان في القبر ديالو، أول ما كيتحط في القبر ديالو، ويا للأسف ما تدي معاه شي حاجة، سواء قرا عمل صناعة دار أي حاجة، في الأخر تنقولو صلاة على هذا العبد، عبد لله رحمه الله. إذن هذا هو اللي خصنا نعرفو، أول ما كيتحط في القبر وتيدفنوك، تيدفنوك ولادك تيخبعوك لتحت في التراب، الزوج ديالك، الزوجة ديالك، من كلشي كيدفنك تما تيرجعو. وإذا كما جاء في الأثر يتكلم رب الأرباب الله سبحانه عز وجل ويقول: عبدي،
رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. عبدي رجعوا وتركوك، لقد رجعوا. منهم من سبب الفتنة، منهم من بدأ لا يخاف الله في لومة لائم، ولكن رجعوا وتركوك لوحدك وفي التراب دفنوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. ولذلك حذاري حذاري أن تقعوا في المعاصي، حذاري حذاري أن تقعوا في الخطايا، حذاري حذاري أن تقعوا في الكبائر التي لا تغتفر. إذن هذا هو دارنا، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. إذن هذا هو مصيرنا، ولذلك لا بد آنذاك على الدعاء الصالح لموتانا، وليس الشحناء والبغضاء، وليس الشحناء والبغضاء. كم من إنسان تراه بأن قلبه أسود ويريد الرحمة أن تتنزل على والديه، وهذا خطأ وهذا غير مقبول، لا في سننا ولا في منهجنا. كما لا نقول أفضل من رسول الله عندما توفى ابنه إبراهيم وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يقول الله سبحانه وتعالى إن لله وإنا إليه راجعون وإن بإفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن هذا قدر محتوم، ولذلك اللي كنتمنى من الله سبحانه عز وجل الإنسان إلى القيد يدير شي خير يديره، القاشم يساعد يساعد، القاشم يدل الدال على الخير كفاعله. ركين بعد مرة شيء عمل بسيط جدا كتهينه، ولكن أي حاجة كتكون عند الله كما يقول الرسول وهو يوصي أبا ذر على معاذ بن جبل: يا معاذ يا معاذ أخلص العمل لله يكفيك القليل، أخلص العمل لله يكفيك القليل. اللهم ارزقنا الإخلاص وارزقنا اليقين وارزقنا التوكل عليك وارزقنا كل ما هو في منهج الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، لأننا لا بد أن نفارق هذه الحياة، وسميت الدنيا بالدنيا لأنها دنيئة، ولا بد لنا أن نجلس لوحدنا في التراب، ومن هنا سنعبر إلى يوم المحشر، يوم لا تعرف لا أباك ولا أختك ولا أي شيء، وإنما كل إنسان يقول نفسي نفسي، إلا واحد هو الذي يقول أمتي أمتي، إنه محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن يا من تزعمون ويا من تدعون أنكم تحبون رسول الله، هل تعرفون من هو رسول الله؟ هل تعرفون ماذا أمرنا رسول الله؟ هل تعرفون ما هي المناهج التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن إن كنا فعلا نحب رسول الله، المرء مع من أحب، مع من أحب أي معه بالقول والعمل وليس بالقول فقط، كما يقال الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. جمعة مباركة عبي دنيا، حفظكم الله وتعالى ورعاكم وسدد خطاكم، وكنتمنى من الله سبحانه وعز وجل باش ما نكونوش ضيوف ثقال على قلوبكم وعلى نفوسكم. وهذا العلم هذا اللي هو علم النبات أو علم الأعشاب أو علم التغذية أو علم الحجامة أو علم الفصد أو علم الوغز بالإبل، هو علم لا بد له من الدراسة بعمق، ولا بد له من البحث، ولا بد على المتمرس والمشتغل في هذا الميدان أن يدرس الأخلاط والأمزجة، لأن بها قوام البدن أو بها فساده. فإن تعرف المعالج على الأخلاط والأمزجة وعلى ماهية الأعشاب، كن على يقين سيأتي الله سبحانه وتعالى على يده الفرج وعلى يده الشفاء، لأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ولا يفتخر أي أحد ولا يتكبر أي أحد بما يقدم، لأنك في آخر المطاف لا شيء. بكل صراحة كن ما شئت، كن ما شئت، فإنك راك عارف. كما هنا غادي نعاودكم واحد القصة ديال الإمام الحسين ابن علي، وكان حديث السن أنذاك، ولكن من هو الحسين؟ إنه ابن الزهراء، إنه ابن علي، إن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تربى في كنف الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الذي قال عنه الحبيب: الحسين مني وأنا من حسين، من أحب حسين فقد أحبني.
وقال في حديث الحسن والحسين سبطين من الأسباط، وقال في حديث آخر سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم احشرنا مع الرسول ومع الحسن والحسين ومع الصحابة الخيرين ومع التابعين وتابعي التابعين المخلصين. كان حديث السن، ولكن كان أحدهم يعرف بالأبهة والفخمار، عندما يأتي الكل يقف احتراما لذاك الرجل، لأن هذا هو المشكل اللي خلانا نحن اللور، لأننا نقدس بعض الأناس ليس لعلمهم وإنما لجاههم أو لمالهم، وهذا خطأ. فالكل وقف إلا الحسين، وكان حديث السن. وقال له ذاك الرجل: وأنت يا هذا ألم تعرفني؟ وكان الحسين لا يعرفه، ولكن قال: إني أعرفك. إذن هل الحسين يكذب؟ لا يكذب. قال: إذن من أنا؟ كان ينتظر أن يقول: أنت هو التاجر الفلاني، أو أنت هو كذا أو كذا كذا. فقال: أنت، وهذا أنت هي التي تجمعني أنا وأنت 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 وهذا وذاك وذاك وكل العالمين. قال: أنت أولك نطفة وآخرك جفة وتحمل في أمعائك العذرة. هذا هو الإنسان. إذن لا داعي إلى أن تتكبر، لا داعي إلى أن تتفاخر، فإنك خلقت من ماء مهين كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة، وكما يقول المصطفى في معنى الحديث: ماء الرجل أبيض وغليظ، وماء المرأة أصفر ورقيق، فأيهما غلب على الآخر انتزع الوالد بإذن الله. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بعلم، وكان يتكلم بوحي من الله. ماء الرجل أبيض وغليظ، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر. ماء الرجل أبيض وغليظ، وماء المرأة أصفر ورقيق، فأيهما غلب على الآخر انتزع الولد بإذن الله سبحانه عز وجل. إذن خلقت من ماء مهين، فلا داعي لي أن تتكبر، فلا داعي إلى أن تتفاخر. وحنا كنقولوا في الدارجة المغربية: شكون اللي كيتنفخ حشاكم هو الزبل. الإنسان اللي كتلقاه فيها هكذا وألفه إلى السماء، من أنت؟ ودائما أتذكر مقولة قالها لي وأنا ذاك في عمري 16 سنة وما زالت مرسخة في دماغي. قال لي أحد الشيوخ أنا ذاك، وأنا كنت أجالس الشيوخ، يعني الناس الكبار في السن، يعني شيخ ماشي زعما شي عالم، ولكن هذا غير رجل توجيه في الزمان جايل، لان كما تيقولوا بالدرجه المغربيه اللي جال ما عمره ما يخيب، لان تيكون عارف اللي جال كثير خير من اللي عاش كثير. قال لي: يا ولدي، بهذا الكلام قال لي: يا ولدي، دير واحد المقوله في الدماغ ديالك وغتبقى هاني. نعم اخي الفضيل، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت له: ما هي هذه المقوله؟ بسم الله، حفظك الله خويا. كما قلنا الحركات ديالك التزم عليهم مزيان، لقيتي السباحه راه ممتازه بزاف في السياسي. موعدنا هنا واحد 10 ايام ان شاء الله باذن الله. مرحبا مرحبا اخي. قال لي: اولدي، الكبر على الكبر عباده. ما فهمتهاش انا. قال لي: اولدي، الكبر على الكبر عباده. ورغم ان هذه المقوله اللي قال لي هذا الشيخ، هذا الرجل الكبير، هي متنافيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تمت الله يهديني، انا مازال قط فيا. يعني ما معنى الكبر على الكبر العباده؟ يعني لا تكبر عليك شي واحد، تكبر عليه، تكبر عليه. وهذه الحمد لله مازال فيا، ولكن كنطلب الله باش تحيد مني، لان رسول الله ما قال ليناش هكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك: الا شي واحد قال كذا قبل الحلم. ولكن تنطلب من الله باش نهبط شويه، لان هذه المقوله كان في عمري 16 سنه. قال لي: يا ولدي، بغيت تكون مزيان، الكبر على الكبر عبادة. تكبر عليك شي واحد تكبر عليه، تواضع معك شي واحد تواضع أكثر منه. إذا هاد المقول هذا، لأن كنشوفوا الناس القدام كانت عندهم بعض المقولات اللي هي لا تزال بذهب. ولذلك مثل آخر مغربي يقول: الكلام، الكلام مع العقول ثقيلة، الكلام مع العقول ثقيلة، يعني الكلام مع العقول الرزينة الثقيلة. اما البقر ما يدز واخا تكون صفته طويله، اما البقر ما عمره ما يدز، البقر ما كيدش، اما البقر ما يدز واخا تكون صفته طويله. اي كاين بعض الناس البقر كاع احسن منهم، ولكن انهم كل انعام بل هم اضل. القران يتكلم. اذا راه كاين بعض الامثله المغربيه خصنا نفهموها. اذا ايها الانسان، لا داعي الى ان تتكبر، لا داعي الى ان تتفاخر،
عندما تذهب إلى بيت الخلاء ماذا تخرج من بطنك؟ الذهب؟ الفضة؟ انظر إلى حالك. مفهوم؟ مفهوم. إذا الله يجزيكم بخير، إنسان إذا قد شي ما يستطع، استطع يقدم شي مساعدة، يقدم إنسان إذا قد يقدم شي حكمة، يقدم الإنسان إذا قد يصالح ما بين جوج، يصالح الإنسان إذا يقدر يحيد إماطة أذى عن الطريق، يحيد في غياب أن المجالس البلدية ما كتقومش بالمقومة ديالها الحقيقية في الأوطان ديالنا، كنلقاو الشنطيات فيها حفاري. إذا قم أنت وحكم ضميرك، هز واحد السطل ديال التوفنه وعمر دوك الحفاري اللي هو من الواجب المجالس المنتخبه اللي غتدير داك الشيء، ولكن ما دارتش. اذا غادي نبقاو كنشوفوا راسنا هكذا حتى كنوليو معفونين كاملين. اذا نوض واحد كميه واحد فئه، نوضوا ونطوعوا ونصلحوا على الاقل الطرقات ديالنا، لان لبقينا كنتظروا هذوك هداهم الله راه ما غيديروا حتى شي حاجه. ولكن دائما تنوجه الكلام لهذوك اللي كينتخبوا، لانهم هم الذين ينتخبون المفسدين، هم الذين ينتخبون معسولي الكلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: لست بالخبي ولا الخبي يخدعني، من خدعنا بالله خدعنا له. قال الامام علي رضي الله عنه وارضاه: لا تكن عبدا لغيرك وقد جعلك الله حرا. الله يجزيكم بخير، كونوا على حذر، كونوا في خدمة. إذا نرجعوا الكلام ديالنا ونكونوا عفاكم الله يجزيكم بخير، ما نكونوش إمعاء كما قال الرسول: لا يكون أحدكم إمعاء، يعني ما تكونش غتابة، ما تكونش غيبة ودينة، ما تكونش هذه المقولة قالت هذه الفئة ما نناقشوهاش، لا تناقش أي حاجة تقال تناقش. لأن الإمام مالك قال رضي الله عنه أو رحمه الله: الكل، وهو واقف على قبر النبي، وقال: الكل يخطئ ويصيب إلا صاحب هذا القبر، هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أي واحد قال شي مقولة نناقشوا معاه، ماشي هذا الشيخ ولا هذا الفيلسوف، لا نناقشوا، لأن راه كاين كلام الإنسان كله لا نزكي على الله أحدا، باش ما نكونوش إما على الله يجزيكم بخير. راه هذه المشكلة هذه هي اللي خلاتنا في الحضيض، هذه المشكلة هذه هي اللي خلاتنا ما عمرنا ما نديرو شي حاجة. هو أنك شي واحد تيقول شي حاجة وكيكونوا ضايرين به الأحزاب ديالو والكتلة ديالو والأنصار ديالو، قالها فلان ما تناقشهاش، هذا خطأ، هذا ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا بأن ما يكونش أحدكم إما إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. لا سيدي، الله عطاك عقل، خدمو خدمو، قرا القران مزيان ودبر، قرا السنه النبويه وقف عندها، قرا حديث الرسول. الرسول ما كيتكلمناش بالسريانيه، باللغه العربيه، ما بقاش نقولوا لا واه هذيك راك قصد فيها، ما قصدش فيها الرسول. لما كيقول الرسول شي حاجه، اذا نوقف وندبر كلام الرسول ونشوف شنو قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم. انا ذاك غادي نكونوا غاديين في المنهج الصحيح، في المنهج السوي. لا داعي باننا، حتى سيدنا نصر الله قال بانك لا تقبل منكم الشكايا ان انتخبتم انتم مفسدين، راه عنده الحق نصره الله، لان نحن من ننتخب مفسدين. كنشوفوا الاوطان ديالنا دابا فين رجعات، رجعات في الحضيض. كنشوفوا الاوطان ديالنا لحد الان شغلها الشاغل هي نهب اموال المواطنين، اموال المواطنين، ولكن نحن من انتخبناهم، نحن من انتخبناهم. إذن انتخبناهم حتى يأخذوا أموالنا، انتخبناهم حتى يطأوا على ظهورنا وتيقولوا كصبروا معنا ما فيها باس، وانتم شو كيف صبروا معنا؟ انتخبتك باش تخدم الوطن ديالك، انتخبتك باش تخدم البنية التحتية، ولات هشة. شوفوا الإخوان ديالنا في المناطق ديال الجبال كي كيموتوا، شوفوا الإخوان ديالنا حتى المساعدات كي غدير تمشي للمساعدات، ناضوا جمعيات كيديروا المساعدات ما عندهمش طريق منين غيدوزوا. إذا الله يجزيكم بخير أيها الناس، لست بالخبي ولا الخبي يخدعني كما قال عمر الخطاب، من خدعنا بالله خدعنا له. الله يجزيكم بخير، فيقوا وعيقوا. الله يجزيكم بخير، مازال غادي تجي الانتخابات ومازال غادي تنتخبوا المفسدين، انتبهوا مزيان، شوفوا
واش هاد الناس اللي كتنتخبهم واش فعلا تخدموكم؟ والا غادي نوقفوا كاملين ونقولوا بان نحن كمواطنين مغاربه كنامنوا بحزب واحد وهو حزب ديال الملك. خليونا غير الملك يخدم، الله يجزيكم بخير وبارك من ديك الترافيك اللي كديروا لنا كاملين، الله يجزيكم بخير. راه ما خدمتوا والو، طرقات ولات حفاري، الازقه ولات ماشي هي هذيك، الشطاح طيحات قناطر. اذن شنو هاد الشيء هذا؟ الله يجزيكم بخير. الانسان ينوض ويشمر على السواعد ديالو، والانسان دائما ما يبقاش يشهر على الناس وعلى الاوطان ديال البلاد ديالو. علاش؟ لان الاعداء يضحكون علينا. هادشي تنقولها على الوطن العربي بصفه عامه. المهلكه الكبرى ديال الوطن العربي والاسلامي انهم بداوا يخربوا اوطانهم بايديهم، وهذا خطا لا يقبل. واحد كالف والف كاف، واحد كألف وألف كأف، قالها أحد الزعماء هنا في المغرب. إبان الاستعمار. الله يجزيكم بخير، والتزموا بالحكمة وما تخليوش شي واحد يضحك عليكم. ومن هنا غادي نختمكم بواحد المقولة كانت وقعات مع المغفور له تعالى إن شاء الله الحسن الثاني رحمه الله تعالى. كان دار واحد لقاء صحفي، وجات واحد الصحفية فرنسية وأرادت أن تقزم المغرب، وأرادت أن تجعل المغرب لا شيء أمام المغفور له تعالى إن شاء الله الحسن الثاني. وقالت له الحسن الثاني وشبهت المغرب العربي، وذكر المغرب العربي سواء ليبيا تونس الجزائر موريتانيا المغرب كلنا يد واحدة، واخا يبغي يفرقنا الاستعمار حنا يد وحده، كلنا اخوه، وكلنا اخوه مع الوطن العربي كامل والاسلامي. فقالت له الوطن المغرب العربي عباره عن طير، شبهات المغرب العربي عن طير. فقالت له راسه هو الجزائر، مرحبا، وجناحيه هي ليبيا عجوج، وصدره هو موريتانيا، ورجله هي تونس، وذيله ذيل هذا الطائر هو المغرب. إذن هذه الصحافية أرادت أن تقزم المغرب، وأرادت أن تنشب فتيلة الفتنة بين الإخوة ديال المغرب العربي، ولكنها تكلمت مع هذا الحكيم الذي افتقده الوطن العربي والإسلامي، إنه الحسن الثاني رحمه الله. فابتسم ابتسامة المنتصر على العدو، ابتسم في وجهها وقال لها أعرفك عما تتكلمين، وأعرفك عن الطائر الذي تقصدين، تقصدين طائر الطوس، طائر الطاووس، وأجمل ما فيه هو ذيله. إذن هذا هو المتمور في المواطن الحر، وهذا هو المثمور في الذي يحب الخير لبلاده، وهذا هو المثمور فيما في من يريب الازدهار والتقدم لوطنه. إذن لما تنوجه هذا الكلام هذا ما تنوجهوش غير خوتنا المغاربة، وإنما كنتوجه لجميع الإخوان ديالنا العرب والمسلمين. إذن الله يجزيكم بخير، لا تثقوا في مأسول الكلام، لا تثقوا في كل من يقول لكم كذا وكذا، فكذب المنجمون ولو صدقوا، كما قال الرسول كذب المنجمون ولو صدقوا. وقال المصطفى في حديث في معنى أحاديث آخر العلماء، يعني قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عالم اللسان يجادل بالقرآن. فكونوا على حذر، فنحن كلنا مسلمون، ونحن كلنا تحت نهج المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا داعي لأحد أن يتمسلم علينا أو يتفقه علينا أو أي شيء. إذن أيها المواطن، أيتها المواطنة، أيها الزبون، أيتها الزبونة، أيها الأخ، أيتها الأخت،
كوني فطنة، كوني ذكية، ومرة أخرى لا تدخلوا إلى أبدانكم كل ما يصنع لكم وكل ما يعطى لكم، وإنما اعتمدوا على عشب وعلى خضروات وعلى فواكه بلادكم، وابتعدوا عن كل مصدر إن أردتم أن تعيشوا صحة جيدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونختم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاة الجمعة رحمكم الله، اذهبوا إلى المساجد فقريبا صلاة الجمعة.